مرحبا. الفجوات الصخرية هي حفر طبيعية تكونت بعد انحيار الحجر الجيري يلي بغطي المياه الجوفية، وهي ظاهرة خاصة بشبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك المتكونة أساساً من الحجر الجيري المسامي. على مر الزمن أدت مياه الأمطار تدريجياً لتأكل الحجر الجيري وتكون الكهوف تحت الأرض، وامتلأت معظمها بالمياه الجوفية يلي بتغذيها الأمطار، وفي حوالي 7000 فجوة صخرية بشبه جزيرة يوكاتان. مياه الفجوات الصخرية بتكون صافية غالباً، وممكن يوصل طول البعض منها للواحد كيلومتر. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون بين الصح والغائم جزئياً بشكل عام، وعم تبقى الفرق صم هي لهطول زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية ليلاً. أما درجات الحرارة فعم بتكون أعلى من معدلاتها بحوالي 3-4 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون جنوبية لجنوبية شرقية خفيفة لمعتدلة سرعة، عم توصل ل 18 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 55% و85%، والبحر عم بيكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 16 درجة. رح ننتقل سوا هلا لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالعاصمة سوريا دمشق بالساعات الجاية. عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل فيها الدنيا 5 العليا 14. أما هلأ فمكملين لنشوف كيف عم يكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية. رح نبدأ من المنطقة الجنوبية بالسويدة، طقس غائب جزئياً وبدلع درجات الحرارة بين 6 و17 درجة، وبالقنيطرة درجات الحرارة عم تكون بين 4 و14. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم بيكون غائم جزئياً أيضاً، ودرجات الحرارة بمدينة حما عم بتسجل الدنيا 5 العليا 13. على ساحل بيطرطوس واللاذقية طقسنا عم بيكون ماطر ليلا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة اللاذقية بين 6 و16 درجة، وبليو اسكندرون بين 8 و15. أما كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب، عم بيكون غائم جزئيا مثل أغلب المناطق، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة حلب الدنيا 5 العليا 12. أخيرا رح ننتقل لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية، ورح نبدأ بمدينة الرقة مثل العادة. طقس عم بيكون صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة الحسكة الدنيا 5 العليا 13. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 5 و14 درجة، والطقس مكفي صح ومشمس. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. أنا هلأ رح أترككم تتعرفوا على أخبار الطقس ودرجات الحرارة بأهم المدن العربية والعالمية. باي.